فينيكس في حلقة جديدة من زوم. في الحلقة تاع اليوم راح نهضروا على مشاعر. سامعني واجد سي بون خو غنحي باسكو ما جراتش العام هذا. شنو جراش قاعد بيا خو؟ جات في جينيريك. جات في جينيريك؟ إيه خو تجري نجري وما جبتش العود. ما عرفتش نجيب العود. مشاعر العام هذاك تكون تشوف فيه تحس راكك فيه عرس تحلى مقلبه بالموسيقى لا ميوزيك دو فون. الموسيقى اللي نسمعوها كيكونوا الناس يهضروا في المسلسل ولا طاغيه بزاف. ماشي المسلسل فيه شويه ميوزيك دو فون، لا لا ميوزيك دو فون فيها شويه مسلسل. دوش كاين سي جعفر؟ عما لقيناه راهو في الكوما في تونس. وعلاش ما قالناش؟ وعلاش ما خبرناش؟ اسمع عندي حاجة مهمة نقولها لك. ما تخدمش انت يا انا خدامة 30 حلقة. هيا هفوس. بون كيما على بالكم ليستوار تاع مشاعر سيزون الاولى بزاف كومبليكي. وحده اسمها زهره حبوا يزوجوها بالسيف، نهار عرسها هربت لتونس تبعها راجلها قتلاتو. هي ماشي كومبليكي يا ما نكتبوش على روحنا، كون قتلاتو هنا في الجزائر نهار العرس وصاي ولا علاش حتى تروحي لتونس. العام هذا المسلسل يبدا بالمكتب تاع جعفر الساده، كان يهضر مع المحامي تاعو وكان يمدلو في الدراهم بوطات تاع الدولار. تيكوبي واحد ما يتحرك انا نلمهم. واحد ما يتحرك. تكبر الغرور على بالك. صدقني بون ما حاش نسقسيكم اذا شفتو كاش حاجه ولا لا، لا باسكو على بالي بلي ما شفتو والو. عاودوا شوفوا. تكبر الغرور ربك تكبر الغرور. كيفاش السيد عنده دراهم ما يخلصوش قاعد في كرسي مسكوتشي مسيو قرنيط؟ في نفس الوقت يدخل مالك. مالك واحد من الرجال تاع سي جعفر اللي لعب لو رول تاعو خونا مراد اوجيد. يدخل عند سي جعفر ويقول له رانا لقينا وليدك عمار. لقيناه وين؟ علاش خبى علينا خبر المده هذه كامل؟ على باليش اللي نعرفه بلي راه في تونس. ايه صرا في لوبيتال في الكوما. سي جعفر يقول له علاش ما بعث لنا حتى خبر عليه، ومالك يرجع له يقول له ما على باليش بصح راهو كوما. ما على بالك ما بعث لكم حتى خبر باسكو راهو كوما سيد. سي لوجيك. لا لا واش كنت تستنى؟ الحمد لله مو في صك فطنت الحمد لله. لا لا دكتور مازال كوما. عندك يونيتي تسلف عليك دقيقه برك. صح كوما انت واش دير يونيتي؟ عيط للدار عطيني يونيتي. ما كلها طول. ايه وي مالك صافا شويه؟ لا غير لاباس. مالك هاني كوما في تونس. قول الشيخ بك ما يتقلقش. اه يا مات ونفطن نورمالمون. اه صح هاك ديك صحه دكتوره. اوكي مونفيس. بون نولي لكوما كش ما تسحق ولا مونفيس مونفيس نعاود. نكملوا حكايتنا. سي جعفر كيعرف بلي وليدو عمار راهو في تونس. اه وليدو هذا وليد هذا وي يبانوا قد بعضهم في العمر. وما تسقسونيش كيفاش داروا ما على باليش انايا. علاش وين راهم رايحين بالديلير تاعهم؟ يا بابا انا سيد نهضر معاه بصح ما حابش. شت ما تفهمش معاك. جيب لي خوك صغير نهضر معاه. اي خليني نفهمك. خوك صغير. وي بابا قلت لي وقتاش كبرت انت يا. المهم سي جعفر ديسيدا باش يروح عند وليدو في تونس. كانت كاينه جورناليستا فوق الدار اللي قبل دارو. كانت تصور فيهم اوبجيكتيف قد الارض 70-200 ملم مقابلاته ولي غارد كور مقابلينها تاني وواحد ما شافها. ما بالكمش واش ما شافهاش بالذات هذاك. انا على بالي واش ما شافهاش. شكون هذا؟ انت. وهذا؟ انت. نقول فيها فرحانه سمي يخلص فيك انا باش يصوروني. انا مش قاعدين وين صورتنا. شكون جابك تخدم معنا؟ شكون؟ مالك وليد خالتي. معرفة. ديجا كي نهضر معاك، ماذا بك تنحي نوادرك. عاود البسهم، عاود البسهم، عاود البسهم. فهمته، سي بون. ما يقل شوية غلطات صغار في المشاعر والموسيقى القاوية شوية بزاف هذيك، تبقى الأحداث مشوقة. في السبيطار في فرنسا، مدام مريم كانت كوما، باسكو تحرقت موجها. مما تحرقوش شفرتيها وعلاش؟ مريم راحت عندها اختها باش تشوفها في السبيطار من دقيقة 14 حتى لدقيقة 17 وهي تهدر معاها. وي 4 دقائق وهي تهدر مع وحدة كوما. 4 دقائق كديرهم ما في فيلم داكسيون تكره.
وتعود جائزة الكوما الذهبية لهذه السنة في فئة ليهدروا وحدهم مع واحد في الكوما إلى الفنانة التونسية اللي كانت تهدر مع مريم واللي ما بلش واسمها. برافو برافو برافو، أكل حقتي سي بون. نشكركم برشا برشا على التشجيع، يعني بالحق الطريق ما كانت سهلة أنك تهدر مع واحد كوما ما يردش عليا. وشو هما طموحاتك يعني وراكي حابة تلحقي في الفيوتشر في المستقبل؟ بالحق أنا عندي طموح كبير، عندي طموح كتير أني أنا نطيح كوما ونهدر مع روحي في التليفون. أنت تطيحي كوما وتهدري مع روحك في؟ أيوة وما نردش عليا. تستاهل الجائزة، أعطينا هالجائزة. جائزة الكوما الذهبية. هذا له كوما؟ أو كوما أو كوما. تعال تاكل فريكاسي، تاكل مقلوب، تاكل معايا كل شيء نود، نود. رمضان هذا الحكاية تاع الناس اللي يهضروا مع الناس وهما طايحين كوما ما فهمتهاش. اسكو راهم دايرين كونكور مع بعضهم باش الواحد أومو يبارتيسيبي. بمشاعر العام هذا زادوا بيرسوناج جديد، راجل مخابرات جزائري يلعبوا خونا محمد فري مهدي. لي أو ميم طون يلعب بوليسي في يما. سي أكرم من الاستخبارات الجزائرية. من يما بعثوه ديريكتوم ميسيون المشاعر. مسيو بروديكتور. وي مسيو البروديكتور صافا؟ صافا الحمد لله، راني في تونس عندي فيطوني تونيفي وعندي اونكات، خاصني بوليسي تاعك يلعب معاك في يما. بور لو كوميديا محمد فري مهدي. اكزاكتومون. وي رخيص طلب غالي، دوك ايميديتمون ندير له لوغ ميسيون يكون عندك ماكاش مشكل. دير له اورد ميسيون بعثهولي. اوكي باي باي. بون حاجة اللي متفاهمين عليها قاعدتك باللي فري مهدي يلعب مليح بوليسي. بصح ماشي معناتها وين تلقاه تلعبوا بوليسي. بالك سيدا وحاب يلعب بيلوط وحاب يلعب طبيب. بدل له شوية اخويا. السلام عليكم ولدي. حضرت عليكم السلام وشها. يا ودي انا ما حضرات ما بوليس، انا غير كوميدي وجيت نفوت الكاستين. اللي ما عندناش على بوليس ما ندير الكاستين تاع سيري تاع السبيطار. جوستومون راني نحب نلعب طبيب. خال عمي محمد بوليسي يقتل بالضحك، كاش ما نديرو سيري تاع كوميساري ولا ما يعيطولك ان شاء الله. يا ودي انا ماشي بوليس. حضرات حضرات نحاول يبرمي فوا دري هيو يا خو كون يقدر يكيبري هودي. كي نقولوا مشاعر نقولوا زهره، على بالي توحشتو زهره. كيما على بالكم زهره في السيزون الاولى تيرات على عمر وقتلاتو. باهي ما قتلاتوش، دخلاتو للكوما وتهنت منه. فو تهنتش منه. نسقسيكم حاجه، كي واحد يكون يكره واحد وسيزون كامله هو هارب منه ويلحق حتى وين يتير عليه ويدخل للكوما، واش يدير؟ با ما يجي يحوس عليه. سي بون. فو 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 تانيت راح تعدو للكوما. لا لا زهرة ما تهدرش معاه، زهرة ما تهدرش معاه. لا 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 تعيش عمر ما تموتش. هدرت معاه وزاد قاتلو تعيش ما تموتش، تعيش ما تموتش. شفت انت واحد يقولوا له تعيش موت هاكي قلت له تعيش اسمه ما تموتش، وراه راه لوجيك. ليكيب لحقنا لا فهاد الحلقه تاع اليوم مشاعر اوفيسيالمون راح نزيدو نهضروا عليها باش نهضروا على حسن ونبيل وساره. كي هضرت على حسن تفكرت حاجه. خفيش صار حسن واسمها زهره، زهره يهديك ربي من العام اللي فات وانت تعيط لها ساره. واش حبيتي نجاوبك ساره؟